لكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. مرحبا بكم معايا فيديو اخر من قناه سلسله الفاشن. اليوم موديله جداد ان شاء الله. قبل ما يديوهم ليهم ضروري كنبغي نوريهم المتابعين ديالي. نتمنى يكون عند حسن الظن ويكونوا لي فيديو ديالي كيعجبوكم. شكرا على لي كومونتير زوينين، والناس اللي كيشوفوني اول مره يتابعونا فلاشين ان شاء الله ما يندموش. ديما الجديد وديما دروس في الفصاله والخياطه. شكرا لكم كاملين. تابعوا معايا اليوم الفيديو فيه موديلات جداد. غادي نوريكم واحد الجليبه خفيفه تليق حتى في رمضان هكا في السخره ديال النهار، ولا مهم تويب كريب شي حاجه اللي خفيفه ديال دومي سيزون غير بالسنسله. ها هي لابساها انا، هذه ديالتي غنوريها لكم. وعندي موديلات اخرين، المهم تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. بنات اول موديل ها هو لابساه، هذه الجليبه ديالتي خدمت هذا التوب كريب. صراحه خفيف تلبس في اي وقت، تقدر تلبسي في رمضان بحال هكا في السخره ولا بالنهار تحركي بها مزيان، ما حيت فيها سنسله هكا بخاتيك. بزاف ديال الناس اللي ولفوا هكا جلالب ديالي كيجيوهم ساهلين في اللبسه ومريحين، حتى في الديكور ديالهم كيجيو زوينين. هذه راه كتجي بحال كسيوه. ها نتوما دخلت لي مونش في النوار، هادو لي مونش سامبل، وهنا من الفوق دايره في واحد البليات. شفتوا كيفاش كيجيو؟ نتمنى يكون واضح لكم الموديل. وجياب فيها جويبات بحال ما هكا، حتى هما بالنوار. وكاين تقدري ديري العكس، تقدري ديري هنا الايني، هنا كاينين واحد البليات حتى لهنايا وبليات في الظهر، راه كتجي بحال كسيوه. حتى نحيدها ونوريها لكم مزيان. انا لبستها مع سبادري، كتجي شويه دايره في الجناب باش ما تجيش مجنحه. وكيف ما قلت لكم تقدري ديري الايني وتدخلي في القب ولي مونش والكمين لون واحد. هادي زوينه، ها نتوما كيف ما كتشوفوا. نتمنى يكون واضح لكم هاد الموديل ويعجبكم ان شاء الله. وخليكم معايا غنحيد هاد الجلابه نوريها لكم مزيان لي ديطاي ديالها، ونلبس لكم كسيوه ديال واحد السيده حتى هي تشوفوها. البنات نوريكم الجلابه اللي كنت لابسه النوبه الاولى، هي هادي. ها نتوما راه فيها واحد البليات في القدام ومن اللور، راه كتجي بحال لابسه كسيوه. لي مونش هكا، لي مونش الفوقانيين راه فيهم واحد لي بلي. وكيف ما قلت لكم هادي جليبه خفيفه هكا روميه بالسلسله، كتجي ساهله وتويب حتى هو خفيف وزوين. وما هذا هاد اللبسه الصرحه الاولى صافي، راه ما كتبقايش تعاودي تطرحي فيها، ماشي بحال كانت سفيفه هنا ولا الطراسين ضروري خصك تطرحيها. المهم هذا هو اول موديل اللي كنت لابساه، ها هو وريته لكم. وهاد اللبسه اللي لبست دابا هاد الكوير، هاد التوب جابته لي مولاتو. ديما كتجيب تويبات زوينين الصراحه، ما دايرينش في السوق. المهم هاد الكوير شي حاجه زوينه، وخدمتها على هاد الشكل. فيها هكا سلسله روميه القب والسير مش جهه سبور، لي مونش فيهم لاستيك كيف ما كتشوفوا. ملي غتلبسها هي غادي تجيها احسن واحد في العبار ديالها. المهم انا ضروري كنلبس لكم حاجه باش تبان لكم كيفاش كتجي الجويبات. ها نتوما الجويبات راه دايرين، شفتوا كيفاش كيجيو؟ كيعجبوني هاد الجياب هكا كيبانو سبور وزوينين، كيجيو فينين على الطريقه مع القطعه نيشان. وفيها القطعه حتى في الظهر، حتى نحيدها ونوريها لكم حتى هي. الصراحه زوينه بزاف، ودير هاد الوقيته التوب ما سخونش بزاف وما باردش بزاف. تلبسها مولاتها بالصحه والرخاء ان شاء الله باذن الله. ضروري كنبغي نوريكم الحاجه قبل ما ديها مولاتها. وعندي مازال هذا التريكو ديما كنخدم به، فايت خدمته في الخضار وفي البوردو، كل توب كيفاش كي كل لون كيفاش كيجي فيه. ها نتوما خدمنا لي بوش بالنوار في الفودان، وخدمت لها هاد لاستيك هكا والقب مغلف. غادي ندير واحد الكليانه ديالي قديمه سميتها فتيحه، كنقول لها تلبسيها بالصحه والراحه. لاستيك في لي مونش وكتيفه طايحين، هادي في صاله جبليه ولكن بطريقه روميه. ان شاء الله شي نهار ندير معكم في صاله ديال هاد الموديل. الفتيحات
وفيها بلاستيك من التحت، كيعطي واحد الديكور زوين، كتبان سبور، هي ذاتها طويلة حتى التحت، لبسها غير مع كولور، حتى هي كتجي ساهلة وسامبل، لبسها مولاتها بالصحة والراحة. هذا آخر كوب بقى عندي في هذا التوب، مبقاش لقيتو مازال بنفس الكاليتي. وعندها هاد السيدة مولات هاد الموديل ديال كليك، وعندها حتى واحد موديل اخر، هذا اللي كنت خدمتو انا قصير، خدمتو لها هي طويل، طويلة حتى لتحت، هانتوما كيف ما كتشوفوا، وفيها واحد الحاجة زايدة، فيها الهدب من التحت البنات، جات عطيها واحد الديكور اخر، هانتوما كتشوفوا، من هنا تلبسها باش غادي تبان، هادي جات طويلة حتى لتحت، وكيف ما قلت لكم درت لها الهدب حتى لتحت. حتى هاد التوبة البنات ديال هاد الوقيته، هذا دومي سيزون وغيبقى يتلبس ان شاء الله حتى شهر 5، حيت خفيف ما تقيش، وجياب كيف ما كتشوفوا فيهم هاد الكلوب. المهم هذه ديما كنوريها لكم، ولكن بغيت نوريكم حيت هذه درتها لها طويله بزاف، وفيها الهدب من تحت، جات واحد الشكل اخر، اللي غتلبسها ان شاء الله غتلي احسن، تلبسهم بالصحه والراحه. باقي هي موديل واحد اخر غادي نلبسو، وبحث في لاطاي ديالي ونرجع معاك البنات نكملوا الفيديو. هذه هي اللبسه اللي كنت لابسه ديال الكوير، باش تشوفوا لي ديطاي ديالها. انا ناسي واحد الحاجه هنا، مازال غنزيد واحد ليكلو هنايا في لاجونتي باش يجيو زايدين واحد المنظر زوين. شوفوا لا فينيسيو ديال الخياطه كيفاش كتجي، سنسلة في لاجونتي هكا كتجي سبور، وهذا السير في القب. البنات القطعة راه كاينه في القدام وكاينه حتى في اللور، جات بهاد الطريقه بحال ما هكا، ولي مونش فيهم لاستيك، جات سبور، جات زوينه. شوفوا التحت ديالها، لبسها مولاتها ان شاء الله بالصحه والراحه. واخر موديل غنوريه لكم هو هذا ديال خالتي زهور، كنقول لها تلبسي بالصحه والراحه، هاد الكليانه عزيزه عليا الصراحه، من شحال هذه هي كتخدم عندي، وديما كتقول لي ديري لي على ذوقك اللي يعجبك، اي حاجه بانتك غاتجيني مزيانه ديريها ليا. كنتمنى يعجبها هاد المونطو، جلابه مونطو، درت ليها هاد اللعيبه هكا في لي مونش، كتمشي ليا الهضره والطرطاقه في النحاسي هنايا، طراطق في النحاسي، هادو راه كيتسدو يتحلوا البنات. ودرت لها هاد القطعه هكا في الماغوم، حيت التوب كيف ما كتشوفوا راه فيه ديكاغو صغيورين في الماغوم، في الموطارد، وفي هاد اللوين، هاد الغوج بغيك هو اللي درت على قبلو هاد الشال، والقب مغلف، وهكا جيب في توا في الماغوم. وهاد القطعه راه كاينه حتى في الظهر ضروري، هكا ها هي كتبان، شفتوا كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف هاد الجلابه مونطو، كتجي بخاتيك وسهله وزوينه في الديكور ديالها وسهله في اللبسه. البنات جينا الفينال ديال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون عند حسن الظن، وتكونوا ديما كيعجبوكم لي فيديو ديالي، وديما كتسناو مني المزيد، وحفزوني بدي كومونتير زوينين باش نزيد نعطي اكثر. شكرا لكم بزاف، بسلام عليكم، تسناوني الفيديو الجاي ان شاء الله.